مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج مبدعون. ضيف حلقه اليوم اجا من فرنسا في زياره خاصه وخاطفه لموطنه فلسطين وبلده طول كرم. مشان ما اطول عليكم، بروفيسور نائب رئيس جامعه ليل الفرنسيه، تخصص هندسي مدنيه وبيئه، رح نتعرف عليه شوي بعيدين عن الفن بهذه الحلقه، ولكن احنا كشعب فلسطيني بنكون فخورين جدا انه عنا هيك اشخاص موجودين في العالم. اهلا وسهلا فيك بروفيسور عصام شحرور. اهلا فيكم، وانا سعيد جدا بتواجد في ارض الوطن، وسعيد جدا كمان في اللقاء مع تلفزيون فلسطين. يعني احنا اسعد بعودة الغائبين اللي موجودين في الخارج ومميزين جدا بالحقيقة يعني مجال الهندسة، قبل ما يكون مجال علم ومجال حسابات هو مجال فن. احنا بنحكي عن فن الهندسة، فن البناء. التخصص تبعي كان انا بسموه افراج دار، وبالحقيقة هو فنون المباني. يعني تزور مدينة مثل باريس بعراقتها اللي أنشأوا هذه المدينة وبنوها في البداية، الكاتدرال، الكنائس الكبيرة، هم في مجال الهندسة المدنية، بالحقيقة هم في مجال فن الهندسة المدنية. فالمطلوب من المهندسين مش بس يكونوا يحسبوا، بالحقيقة أنه يطلب منهم أنه يكون عندهم خيال واسع، يكونوا فنانين، يكونوا فنانين إبداع بال هذا هو. فيعني في بالحقيقة يقول أنه يكون في الهندسة في لقاء كبير مع الفن، والفن حاليا خلينا نقول حتى بالجامعاتنا، خلينا نقول إنه حاليا في ربط كثير. بالحقيقة العلوم يجب أن تكون إلى علاقة بالديزاين، كل شيء له علاقة بالتصميم، وهذا حابب نحاول حاليا ندخله برسم بالفنون. بنحاول يعني من خلال الأبحاث اللي بنعملها حاليا، الأبحاث المتعددة التخصصات، يعني ما في حاليا أي مشروع ممكن ينجح ويتم تسويقه إذا ما كان في مجال الفن والتصميم والإبداع موجود. تأخذ مثال الآيفون، التليفون أو الآيباد، أحد سر نجاحه الكبير هو إيش؟ هو التصميم. ستيف جوبز، الحجم والشكل. فهذا الشيء بالحقيقة يعني له أهمية كبيرة جدا حاليا في مجال العلوم، ودمج العلوم مع مجال الفن، وهذا اللي بيعطي الإبداع. أنت أكيد ما وصلت للمكان اللي أنت موجود فيه إلا بعد سنوات من العناء. في تميز عندك أنه بأكثر من مجال، أشرفت على 50 رسالة دكتوراه، عندك العديد العشرات من الأبحاث، أخذت جائزة أفضل باحث بفرنسا. ما شاء الله، ما فينا نحكي كتير، بس قبل ما ندخل للعلم والتكنولوجيا بدنا نرجع لطول كرم، للحارة الصغيرة اللي ولد وعاش فيها بروفيسور عصام. تفضل. شكرا. بالحقيقة فعلا قبل ما أعود لطول كرم من شي يومين، أول شيء عادت في ذاكرة ل 35 سنة عندما غادرت طول كرم، وأكثر من 35 سنة بالحقيقة، لأن أنا عمري 55 سنة. الحارة الشرقية قريبة من مركز البوليس، الحارة اللي كنت ألعب فيها مع أصدقائي، الحارة اللي كنت أروح منها على المدرسة، المدرسة الابتدائية. المدرسة الابتدائية مدرسة أجنادين، ما زلت أتذكرها بشكل كثير جيد، يعني بساحاتها، بصفوفها، بأساتذتها. كيف كنت أروح من البيت للمدرسة، كنا مجموعة من الأصدقاء نذهب مع بعض، كيف كنا نرجع مع بعض.
المرحلة الثانية مرحلة الإعدادية كانت مدرسة العمرية كمان نفس الشيء، كيف كنا نروح ماشي بالصيف بالشتاء تحت المطر. هذا الشيء كمان بتذكره وكان بالأمس إنه بالحقيقة. الطريق طويلة وبعيدة ومش رح تخلص. اللي فوجئت فيه بالحقيقة إنه كان تخيل إلي المسافات أبعد بكثير من اللي وجدته حاليا. يعني المسافات اللي بطول كرم كنت ما أتذكرها هي اللي بعيدة، عندما رجعت حاليا غريب هيك شفت المسافات أقصر بكثير من اللي كان يعني متذكره، اللي كان بالحقيقة منحوت بالذاكرة تبعته. اللي ما بيعرف مدينة طول كرم أو محافظة طول كرم، بحب أقول له أنه طول كرم تتميز بأنه طلابها هم أوائل فلسطين في التوجيه وبتفوقوا بعدين بالجامعة. خلصت التوجيه دكتور عصام وقررت تسافر، بس قبل ما تقرر تسافر أنت أبوك الله يرحمه أبعد انسجن وأبعد لعمان، واضطريتوا تطلعوا لعمان وتعيشوا بعمان. نحكي شوي عن عمان واختيارك للهندسي وسفرك لفرنسا. بالحقيقة الوالد بعد ما سجن سنتين ونص أبعد إلى عمان، إحنا الصغار كنا عمرنا 14-15 سنة في هذاك الوقت، ذهبنا معاه إلى عمان، وكنت أنا في المرحلة الإعدادية بثالث الإعدادي، فانتقلت إلى من مدرسة طول كرم إلى مدرسة في عمان. وكان أول صدمة بالحقيقة، بتعرف نطلع من مدينة صغيرة مع القرى اللي عندنا إلى مدينة كبيرة في عمان في أوساط ما بنعرفهاش كنا بالحقيقة. عالم جديد، عالم جديد، عالم جديد، أصدقاء جدد. بعدين إنه تواجد الشعب الفلسطيني، التقينا بالمدرسة من طلاب جايين من الخليل، جايين من جنين، جايين من أراضي 48، هذا كمان الإشي الثاني. والأوضاع الصعبة، لأن الوالد بالحقيقة عندما أبعد من طول كرم ما كان معه أي شيء، كان عمره 56 سنة وكان عليه أن يعيد حياته من الصفر، من الصفر مثل ما بحكي يعني. كان هو نجار، فبحث عن منجرة واشترى المنجرة وتعب، تعب كثير جدا مشان إنه إعالة الأولاد. كنا إحنا بالحقيقة 11، خمس أخوة وست أخوة وخمس أخوات يعني. فكل هذا الشيء طبعا بذكره بشكل كثير جيد يعني. في أنا في عمان اشتغلت بشكل كبير يعني بالحقيقة، يعني خلينا نقول طموح العلمي راجع للطفولة، كنت بحب كثير يعني، وكنت حتى أتذكر إنه أروح نفسي أنا أنزل على البلد في عمان، كان في ناس ببيعوا كتب، أشتري الكتب اللي علاقة بالمجال العلمي وأرجع في البيت وأقرأها بسرعة، أقرأها. يعني منذ الطفولة أنت مهتم بالمجال العلمي؟ من الطفولة بالحقيقة يعني من الطفولة أنا بهمني هذا الشيء، وعندي كان دراسات خارجية أشتري كتب أطلع فيها، كان وقتها بالشيء اللي بهمني كثير كان بالحقيقة كل شيء له علاقة بالفضاء. أول مركبات كانت تطلع بالفضاء، فكنت أخذ كتب بهذا المجال. واللي بالحقيقة من الطفولة كنت حابب أن أعمل مهندس مدني، كنت أتخيل حالي وأنا لابس الطاقية المهندس البيضة ومشرف على بعض المشاريع الكبيرة، وكان هذا حلم إلي بالحقيقة. والحمد لله أتيحت لي الفرصة، كنت في عمان كنت من المتفوقين في التوجيه الأردني، وحصلت على منحة وذهبت فيها إلى فرنسا لإكمال دراستي. إذن باريس مرحلة جديدة وعالم كبير، إذا عمان لقيناها مدينة كبيرة فباريس إشي مرعب بالنسبة لشاب فلسطيني يمكن 17-18 سنة بقرر يروح ويعيش هناك. أكيد اللغة صعبة، الحياة صعبة، البلد غالي، ما في أصدقاء. كيف تعرفت على البلد وأثبتت وجودك أول سنة في المكان؟ وصلت إلى باريس ب 31/12، كان رأس سنة بال 75، هذا الشيء طبعاً متذكره 100%. كان في انتظاري في القطار في محطة في المطار شخص من الوكالة اللي كانت بتهتم فينا هناك، نقلني إلى الفندق وكان إجازة، فكان عندي 3-4 أيام في باريس ما كنت أعرف فيها أي إنسان. وبدأت شو عملت بالأربعين؟ بدأت أكتشف بالحقيقة. أول شيء كنت حابب أن أتعرف على المترو تبع باريس، أخذت خارطة المترو وعلى الخارطة بتعرف المكان الواحد يتوجه، وبدأت أن أزور الأماكن اللي كنا سامعين عنها يعني برج إيفل، الشانزليزي، الحي اللاتيني، أنه أروح بالمترو أوصل أنزل، ما كنتش أعرف اللغة
وكنت أخطأ كثير يعني تعرف هذا الشيء. وبالحقيقة أنه حاولت أتكلم مع الناس، كنت أتكلم بالإنجليزي ما كنت أتكلم فرنسي، وبفرنسا في هذاك الوقت ما كانش في حدا بحكي إنجليزي بالشارع يعني، فهذا زاد من الصعوبات الموجودة عندي لدرجة يوم الأيام كنت قدام محل هيك شفت فيه ناس كثير عم يدخلوا فيه مش عارف شو هو، قلت والله خليني أدخل أشوف يعني أشوف شو عم بصير في باصات، أخذت الباص مش عارف وين رايح الباص يعني وقف الباص وبلشت الناس تنزل، نزلت مع هالناس هناك واكتشفت حالي بالحقيقة كان مكان سباق خيول سباق خيول هائل يعني، ونزلت وطلعت على سباق الخيول وبعدين بعد شبين الباص اللي بده رجعني على باريس أخيرا اكتشفت يعني في صعوبات لابد من أنه يواجهها طالب جديد في البلد. طبعا يعني صعوبات باللغة بالأساس يعني انتقلت بعدين من باريس إلى مدينة درست فيها اللغة، مدينة اسمها تور على بعد حوالي 200 كيلومتر عن باريس، وحالفنا الحظ ان سكنت مع عائلة. بالحقيقة العائلة كانت زوجة مطلقة ومع ابن صغير عمره حوالي 11 سنة، وكان همي الكبير ان اتحاول اللغة اتبادل معهم، وصدقت مع الطفل الصغير بالحقيقة 11 سنة وكنت اسميه مدرسي استاذي، يجي عندي بسكوت وتفاح وإشياء هيك، والحقيقة انه نحاول معه ان أسرع بتعلم اللغة الفرنسية، لأنه أنا وصلت في شهر 12 يعني شهر واحد بلشت اللغة الفرنسية، وكان المفروض بعد 9 أشهر أدخل في الجامعة. كان واخترت التخصص اللي هو الهندسة المدنية؟ بالحقيقة لا، هو عندما حصلت على منحة، أنا حصلت على منحة مشان دراسة الهندسة الجغرافية مسح الجوي اللي قريبة نوعا من الهندسة المدنية، فبعد ما أنهيت اللغة دخلت في الجامعة ودرست بالجامعة ودخلت في كلية الهندسة الجغرافية، بس صار في عنا كنت مبعث من الحكومة الأردنية وتم تحويل المركز الجغرافي من مركز مدني إلى مركز عسكري، وقتها وقفت المنحة تبعتي واتصلت مع الوالد لأنه توقف المنحة كان بالحقيقة مسؤوليا الوالد يعني متذكر، بس حكيت معه بالتليفون قال لي ما في أي مشكلة وقف منحة وإحنا مستعدين طبعاً إنه نمول الدراسة، فدرست على حساب الخاص سنة، وكوني كنت من المتفوقين الحكومة الفرنسية بعد أعطتني منحة للدراسة. ما شاء الله عليك دائماً من المتفوقين. وخلصت الجامعة؟ الحمد لله. بتعرف في فرنسا عندنا نظام يسموه نظام المدارس العليا، كل المدارس عندنا هناك مدارس نخليهم كل إنه مصنفة، حصلت دخلت مدرسة اسمها مدرسة الجسور والطرق البوزيشوسي اللي كان بنيها نابليون، أول مدرسة بالهندسة في فرنسا هذه المدرسة عملها نابليون مشان يشكل كوادر يساعدوا بفتح الطرق عندما يتوجه للغزو وهذا. فالمدرسة هذه مدرسة أول مدرسة تعتبر في فرنسا مجال الهندسة المدنية، والمسابقة إلها كثير قوية، توفقت الحمد لله ودخلت لها يعني بين 5000 طالب كان يأخذوا فقط 100 طالب، والمنافسة مش بس على مصعيد فرنسا وكل الدول المحيطة فيها المغرب الجزائر تونس. الحمد لله توفقت بهذا الشيء ودخلت في أفضل مدرسة في هذا المجال. بروفيسور عصام شحرور الآن موجود بفرنسا، شو بتعمل؟ أنا أستاذ بجامعة بالحقيقة، بعد الماجستير الهندسي حضرت دكتوراه، مباشرة بعد الدكتوراه عرضت علي جامعة ليل أن أكون دكتور مساعد في جامعة ليل. الشغل الأساسي كان في هذاك الوقت جامعة ليل بحقيقة كانت حابة تطور المجال الهندسة المدنية، طلبوا مني جامعة ليل أن أجي مشان تأسيس الهندسة المدنية في هذه الجامعة. عملي كان له 3 أقسام، القسم الأول التعليم، وهذا الشيء أنا في الحقيقة بحبه جدا يعني التعليم للطلاب، فكان بحب العلاقة مع الطلاب بحب كثير بالحقيقة، كنت ما زلت يعني محبوب جدا من الطلاب يعني من أكثر الأساس المرغوب من الطلاب هو أنا بالحقيقة لأني قريب جدا منهم. الشيء الثاني البحث العلمي، والبحث العلمي بالحقيقة أنا يعني من البداية هذا الشيء بحبه كثير يعني بقضي وقت طويل جدا يعني حتى قبل الزواج السبت والأحد طول الوقت كنت في مختبر الأبحاث يعني مشان أنه عمل البحث العلمي عمل شيء رائع بالحقيقة، أنه دائما
الإنسان في شيء جديد. والعمل الثالث اللي كنت بشتغل فيه هو الحقيقة هو العلاقة الجامعة والعلاقة البحث العلمي تبعي مع الشركات الكبيرة. وهذاك الوقت كنت أشتغل مع شركات البترول اللي كانت تشتغل على أنه تعمل منصات عالية جدا في بحر الشمال. فكان عندي علاقات كثيرة معهم. وحتى بعد 3 سنين من شغلي بالجامعة وقفت الشغل بالجامعة، ذهبت إلى معهد أبحاث البترول في باريس واشتغلت 2 سنين فيه على أكبر مشروع كان في هذاك الوقت مشان المنصات البترولية اللي طولها حوالي 400 متر. يعني متخيل أنت برج إيفل يكون تحت البحر، وإحنا كنا نشتغل على الأساسات تبعاته. هذا يعني بكل تخصصك كان في عمل حقيقي وكان في تدريس في الجامعة بالزبط. فضلت مواظب على الخطين مع بعض يعني. الآن كمان موجود كأفضل باحث في فرنسا عن عام 2007. بالحقيقة هو في شمال فرنسا. شمال فرنسا في عندنا 4 ملايين إنسان في شمال فرنسا، من المقاطعات المهمة جدا. الجائزة حصلت عليها من في عندنا جريدة الإيكونوميست الاقتصادي اللي بهمها الجريدة هاد تعطي لباحث بيهتم في المشاكل الاقتصادية والمشاكل الأمم الاجتماعية بغض النظر عن الجنسية. بغض النظر عن الجنسية طبعا. لم أرشح نفسي بالحقيقة، الترشيح أجا من الشركات من السلطات المحلية. أنا اكتشفت يوم من الأيام اتصلوا فيه تليفون بيقولوا دكتور شحرور أنت حصلت على جائزة أفضل باحث في شمال فرنسا. أنت تعرفش؟ ممكن تعرف. بدنا إياك في اليوم الفلاني بدك تكون مفرغ لعشان نعطيك هذه الجائزة. ودعي في هذاك الوقت كل عمدة المدينة، كان في حوالي 500 شخص يعني حضروا إعطاء الجائزة هذه، وطلبوا مني طبعا نعمل كلمة إنه كيف أنت تفوقت حصلت عليها. وهذا الشيء رجعت له بالحقيقة التجربة تبعتي أنا كإنسان جاي من بلد زي فلسطين وكوني كمان يعني بثقافتي، خلينا نقول الثقافة العربية، الثقافة اللي بتعطي بعد إنساني، بعد إنساني كبير. الانفتاح تبعي على كل الثقافات. أنا في الفريق تبعي في كان مغاربي، في جزائريين، في من الصين، في من الهند، في من أوروبا. الانفتاح على الثقافات الأخرى هو عامل أساسي بيعطي غنى كبير كثير. فركزت على العوامل هذه الحقيقة، الانفتاح الثقافي، الحافز، عندي حافز كبير يعني. والأمر الثالث اللي كان مهم جدا إنه هو إنه يكون الإنسان بحب الشغل تبعه. أكيد. إنه بتذكر الكلمة اللي حكيتها إنه أنا كنت بس أصحى من النوم، بصحى عادةً بدري من النوم، بصحى الساعة 5 بالحقيقة كل يوم يعني. أكيد. لما ممكن تدرك. بس اللي حكيته قلت إنه أنا بصحى من النوم بكون مبسوط لأنه في يوم مشرق جاي ورايح أنا للشغل مع طلابي في مختبر في هذا الشيء. هذا الشيء الحقيقة يعني إنه توفقت الحمد لله انه وجدت الشغل حابب نعمله انا. وهذا يفسر طبعا جزء من النجاح اللي حصلت عليه. الجو العائلي الحقيقه يعني زوجتي ريما مدرسه بالانجليزي، اولادي عندي حاليا ولدين، بنتي 19 سنه دخلت الجامعه اللي انا بعلم فيها في مجال الاتصالات، ابني 15 سنة دخل الثانوية السنة هذه. في عنا جو عائلة بالحقيقة متفاهم جدا بيساعدك على الإنجاز، بيساعدني بهذا عامل أساسي. الاطمئنان العائلة بيعطي طبعا ضخم كبير جدا. أنت تملك الجنسية الفرنسية؟ حصلت على الجنسية الفرنسية بالحقيقة بال88. يعني ما طلبتها في البداية لأنه كنت متأكد رح أرجع للوطن. لا كنت متأكد أني رح أرجع للوطن بأسرع وقت ممكن، مش رح أبقى في فرنسا. بعد 35 سنة برجع للبروفيسور عصام شحرور بجواز سفر فرنسي أكيد لزيارة الوطن. أكيد في صدمة كبيرة لقيتها لما جيت، تغير المكان، زادت المستوطنات، تبدلت الأشياء. شو انطباعك عن المكان الآن؟ بالحقيقة في صدمت في 3 أمور أنا بعودتي. الطريق بين الجسر إلى رملة، من رملة إلى نابلس، من نابلس إلى تولكرم، هو عدد المستوطنات المنتشرة في أرض الوطن. هذا الشيء عندما سافرت ما كان هذا الشيء موجود، كان في بعض المستعمرات البسيطة جدا وغير مرئية.
وجود مستعمرات بهذا الحجم وبأماكن متعددة هذا الشيء صدمني. مرعب. الشيء الثاني والحقيقة صدمني أكثر هو البنية التحتية اللي بنيت من أجل خدمة هذه المستوطنات واللي أصبحت يعني في كبنية تشابه البنية التحتية الموجودة في أوروبا، يعني في بعض الشوارع وكان أنا موجود في فرنسا بالحقيقة. وهي مستوطنة هلأ. وهي مستوطنة صغيرة، وهذه المستوطنة طبعا في الخط الأصفر، هذا ما كنت أعرف فيه شو الخط الأصفر، معنى الخط الأصفر طبعا بيأكلوا كم بيت وكم قرية بطريقهم مشان يعملوا هذا الشارع. طبعا هذا الشيء، وجود هذه البنية التحتية فقط لخدمة المستوطنين والسماح بعض الوقت للفلسطينيين باستخدامها، بس استخدام طبعا برعب وخوف، لأنه بأي لحظة توقع الإنسان أنه يلتقي مع مستوطنين يضربوا حجارة يطلقوا النار، أو الدورات الإسرائيلية ممكن توقف ممكن صار حوادث كثير. هذا السؤال الثاني، يعني عدم الشعور بالإطمئنان، وبعض الأوقات طبعا نضطر نخرج عن هذه الطرق ونمر بالطرق الرفيعة وفيها لفات كثير وكذا وكذا مشان ترك الطرق الواسعة والبنية التحتية للمستوطنات. الشيء الثالث بالحقيقة هو كان يعني الجدار، رؤية الجدار يعني محزنة لدرجة مش هائلة، وشعر الإنسان كأنه في داخله في شغلة يعني أنه في أمور بده يثور على هذا الشيء. نحن في عالم التواصل حاليا، نشوف في أوروبا في جميع أنحاء العالم بالحقيقة عالم تواصل، سور برلين سقط وكانت رمز للإنسانية. اللي شفناه حاليا انه سقط في اوروبا وتم تحيه هذا السقوط من جميع انحاء العالم، ونفس الوقت هذا الشيء يبنى في ارض السماح في فلسطين، وفي سكوت عن بنائه، في سكوت عن في سكوت عن بنائه وفي ارض الواقع. بهذا الحكي بعد ما شفته انا وقربت عليه، يعني كيف يقسم فلسطين، يعني هو مش بس بقسم فلسطين، بقسم البيت نفسه، ممكن المطبخ يكون وراء الجدار وغرفة النوم جوا الجدار، يعني طبعًا. في عائلات تشتتت طبعا. هذا يعني. الشيء يعني في الحقيقة صدمني جدا، وهذا التغيير الكبير أنا أقول اللي شفته من 35 سنة. عندما سافرت أنا كان كل الضفة العربية محتلة، يعني وعايشين بنفس الظروف، نطلع من طول كرم لحد الجسر ما في شيء، بس الظروف الحالية فعلا. إذا جيت بذاكرة والآن عندك ذاكرة مشوشة بالتفاصيل اللي شفتها حديثا اللي بدك تطلع تحكي لأولادك عنها أكيد ولكل العالم، في سبب أساسي لزيارتك للوطن اللي هو العلاقة مع الجامعات الفلسطينية، أهمية الجامعة الفلسطينية في التقرب من المجتمع، أهمية التطور في الجامعات وتفاعلها مع الطلاب، أهمية وجود كفاءات زي حضرتك تيجي وتدعم أو تعمل تبادل مع الجامعات. معلش بدنا نحكي عن هذا الجانب. بالحقيقة أنا جيت بدعوة من ماس، معهد دراسات السياسات الاقتصادية، مشان نتحدث عن موضوع أعتقد هو أهم المواضيع المطروحة حاليا بالعالم، إنه كيف عالم المعرفة وعالم الاقتصاد للبحث بالجامعة ودور الجامعات في التطور الاجتماعي والتطور الاقتصادي. وهذا هو الشغل اللي تبعي حاليا في فرنسا، أنا كنائب رئيس جامعة ليل للعلوم والتكنولوجيا، أمثل الجامعة في كثير من التكتلات الاقتصادية، العلاقات مع البلديات مع الشركات الكبيرة، ونعمل معا من أجل أنه العلم يفيد بالتطور الاجتماعي. فطلبوا الإخوان منا في ماس أنه أنقل هذه التجربة، ألقيت محاضرة أول شيء في ماس حول هذا الموضوع وكان في حضور كبير، والمرحلة الثانية كانت اللي طبيعية هي جامعة النجاح، لأنه في عنا توأمة بالحقيقة بين جامعة النجاح وجامعة ليل شي حوالي 10 سنين، ونستقبل بشكل باستمرار دائم بعض المدرسين الدكاترة من جامعة النجاح إلى جامعة ليل، وبعض الطلاب حضروا مشان كمان تحضير الدكتوراه. فذهبت إلى جامعة النجاح كانت وجهة ثانية بالحقيقة إلي، والتقيت مع واستقبلت بحفاوي شديدة جدا، وخاصة من الطلاب اللي درسوا عنا وتخرجوا وعادوا حاليا يعملوا في جامعة النجاح. وأيضا في طول كرم بلدك، والتوجه الثالث كان بالحقيقة بطريقنا إلى طول كرم، وطول كرم الدخول فيها كان كثير مؤثر بالحقيقة. كانوا فخورين جدا فيك. طبعا ابن طول كرم غاب ورجع في تحصيل، غاب وجاب، احنا نقول غاب وجاب، رجع بتحصيل على مستوى عالم، احنا بنحكي مش تحصيل هذا اكيد. اول شيء كان طبعا هو البيت، هذا اللي كان بهمني ارجع له. رجعت للبيت وشفت البيت كيف التغييرات الكبيره، التفاصيل والممرات الممرات التغييرات الكبيره اللي صارت فيه،
صحيح أنا غبت 35 سنة بس بالحقيقة هو كأني مش غايب يعني إنه في لحظات تتلاشى 35 سنة وكأنه كان بالأمس يعني الحارة والمدينة والشارع والحجر وبعدها كان في توجه إلى نحو المؤسسات لأنه أؤمن جدا بعمل المؤسسات كان في مؤسسة بتشتغل على القضايا الصحية رفيق صديق المريض رحت هناك والتقيت مع الإخوان اللي بيشتغلوا هناك وكيف بيشتغلوا رحت على جامعة الخضور أزورها تغيرت كثير جامعة الخضور كانت معهد بالحقيقة وكان بعض اللي بدرسوا فيها يجي يتدربوا عنها وأنا في المدرسة رحت حاليا شفتها كيف صارت جامعة رحت على جامعة القدس المفتوحة كمان موجود هناك والتقيت مع كثير من الأخوة وتحدثنا اللي بهمني بالحقيقة أنه كيف حاليا من خلال موقعي أنا أقدر أفيد بلدي جامعاتنا قبل كيف ممكن تفيد البلد كيف لقيت جامعاتنا بصراحة شو طبعا وضع الجامعات في الوطن هنا صعب جدا بتعرف الجامعات في أكثر من عامل في عامل التمويل عامل أساسي في عامل البيئة يعني وجود بيئة علمية حقيقية اللي من خلالها الدكاترة والطلاب بيقدروا فعلا يعبروا عن نفسه ويعبروا عن نفسهم يتطوروا هذه البيئة غائبة بالحقيقة يعني في طبعا جهود شخصية ما بديش احكي عن جهود شخصية المهم ان احنا يعني بالكلام تبعي لا يعني شخص ولا شيء انا اقدر جدا جهود الاخوان بالجامعات اللي بس وجود بالحقيقة اعداد هائلة من الطلاب بعدد قليل من الدكاترة بساعات كثيرة من التعليم ساعات هائلة من التعليم وعدم وجود بيئة بحثية عم بتأثر كثير وبترجع جامعاتنا كثير للخلف يعني الجامعات الأساس تبعها هو البحث العلمي وهذا الشيء المفروض أنه يكون في وعي على جميع الأصعدة صعيد الحكومة حتى لو في وعي في إمكانية مالية لدعم هذا الجانب طبعا الإمكانيات المالية خلينا نقول أنه بالجامعات الطاقة الأساسية الطاقة الإنسانية إذا أعطي فرصة للإخوان انهم يشتغلوا بامكانهم بدعم قليل انهم يحصلوا على الدعم الموجود بالخارج من خلال التعاون يعني العالم الجامعات تشتغل وانت رتبت جزء من هذا التعاون هلا بين جامعتك او في فرنسا مع الجامعات الموجوده هون عملنا كثير بجامعه النجاح في اكثر من طالب حضروا عنا بالحقيقه لليل واشتغلوا معي انا مباشره من اجل تحضير رسائل الدكتوراه على مشاكل بتهم المجتمع الفلسطيني مشاكل البيئه تلوث المياه تلوث التربه اشتغلنا كثير مكثروا في البلد وهذا طبعا من المواضيع الاساسيه الموجوده في البلد يعني عملت بهذا الشيء الشيء الثاني بالحقيقه انه رابط بس مش بفرنسا يعني انا من خلال شغلي هناك في كل العالم في كل العالم انا بشتغل يعني كنت مسؤول عن العلاقات الدوليه بالجامعه لمده 3 سنين وزرت كثير بالعالم يعني زرت بافريقيا افريقيا الشماليه بالهند بالصين وكان في علاقات كبيره بالحقيقه من خلال العمل او من خلال الطلاب اللي تخرجوا من عندي وعادوا يشتغلوا في بلادهم فالربط اللي بنحاول نعمله فيه بالجامعات هون مش بس بفرنسا الربط لازم يكون بأكثر من 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 منطقة في لبنان في سوريا في الأردن في المغرب بتونس لأن في مشاريع كتير بالحقيقة حاليا تمول من الجانب الأوروبي مفروض يكون فيها متعدد بالجامعات ونتأمل إنه العلاقات الموجودة عندي حاليا العلاقات الكتير قوية ممكن تفيد بهذا المجال بروفيسور عصام شحرور أهلا وسهلا فيك في بلدك وفي بيت أختك خولة إحنا كتير سعيدين وفخورين باللقاء معك وبتمنى كل الكفاءات الفلسطينية الموجودة في كل أنحاء العالم تتذكر وترجع وتشوف إيش ممكن تقدم لو كل كفاءة قدرت تساعد 10 طلاب بإنه يحققوا إشي من مع الزمن رح نحقق أشياء كتير مهمة بروفيسور عصام شحرور ما وصل لمكانه بالساهل بيستحق عن جدارة المكان اللي وصله نائب رئيس جامعة ليل الفرنسية أفضل باحث لعام 2007 والكثير الكثير من التفاصيل لاقوني الأسبوع الجاي بحلقة جديدة مع ضيف جديد
أهلا بكم إلى موجز الأنباء. اقتحمت قوة الاحتلال فجر اليوم كلا من مدينة جنين وبلدة قباطية القريبة واستولت على عمارة سكنية في المدينة. وذكرت مصادر أمنية هناك أن قوات الاحتلال ترافقهم وحدات خاصة اقتحمت جنين.